هي إحدى قلاع جبال الساحر السوري في مدينة اللاذقية التي تم تشييدها فوق قمة مرتفعة مطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي تتربع وسط منطقة تحيط بها الغابات والمناظر الطبيعية في مشهد خلاب وبديع. وهي تتربع وسط منطقة تحيط بها الغابات والمناظر الرائعة في مشهد جميل جداً. قلعة صلاح الدين تبعد عن اللاذقية حوالي 33 كيلومتر. طبعاً تعتبر قلعة صلاح الدين من أهم المواقع الأثرية الموجودة في محافظة اللاذقية. طبعاً يعود تاريخ هذه القلعة إلى القرن الرابع قبل الميلاد، لكن أقدم أبنية موجودة في قلعة صلاح الدين هي تعود للحقبة البيزنطية 975 ميلادي. طبعاً الصليبيين استولوا على هذا المكان في حوالي عام 1108. طبعاً قاموا بحفر خندق لعزل القلعة من الناحية الشرقية بطول حوالي 160 متر. طبعاً وتم بناء العديد من الأبراج في هذه القلعة أو الحقب الصليبية، أبراج دفاعي. صلاح الدين أتى إلى هذا المكان عام 1188، حاصر القلعة لمدة 3 أيام. الظاهر الغازي ابن صلاح الدين هو الذي دخل إلى القلعة. طبعاً ترك حاكم في المكان في الحقبة الأيوبية. تم إضافة مباني للقلعة، هي جامع ومدرسة بالإضافة إلى قصر أيوبي، القصر الأيوبي والحمامات. تعتبر قلعة صلاح الدين من أهم قلاع القرون الوسطى في سوريا، وهي أبدا تتحدث عن تاريخها الحافل لتبقى إلى اليوم جاثمة بين ربوع جبلية خلابة، وما زالت شاهدة على هيبة الماضي وثقة الحاضر وأمل المستقبل، وتجمع بين الجمال الطبيعي والإبداع العمراني المميز معا. وجدير بالذكر بأن القلعة سجلت على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو في عام 2006.